مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير الفروج بالسماق. عنا هيدا الفروج غسلته منيح وقطعته قطع كبيره، وهيدا الفروج بيوزن كيلين. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بدنا نعمل الخلطه، طريقه كتير طيبه ورائعه. بحط ملح، بسم الله، ملح انتو عالذوق حسب ما بتحبوا، كمان عصير حمضتين، دبس رمان، حطيت حوالي نص كوب صغير، كمان ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات مشكلة، زيت زيتون، حط نص كوب زيت زيتون، هلأ بحط السماق، بحط ملعقتين صغار سماق، بخلطهم منيح مع بعض. هذا السماق والدبس الرمان كتير كتير بيعطي نكهة طيبة ورائعة مع الفروج. بحط الفروج بقلب الخلطة، كمان بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم هلا بدنا نكفي مع بعض. هوني اربع بصلات حجم وسط، قشرتهم وقطعتهم شرائح بهيدا الشكل، بحطهم بالصينية، بمدهم، وبحط قطع الفروج فوق البصل. هلا بحط الخليط فوق الفروج، كمان برش سماق عشان ضفت البصل، برش فوق سماق، ملعقتين صغار كمان، وبضيف رشة ملح صغيرة. كمان بغطي الصينية بالسميتة. هلا بحطها بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بعد 45 دقيقة ثلاث أرباع الساعة، هلا بشيل السميطة عن الصينية وبحطها بالفرن، بحمي الفرن من الأعلى فقط وبحط الصينية بالفرن،
بس لياخد الفروج لون خفيف، لون الشوي من الاعلى. هيدا الفروج بعد ما اخد لون من الاعلى بهيدا الشكل، عملت عجنبه سلطة وبطاطا مقلية. البطاطا المقلية بنصحكن بهيدا البهارات، بهار الباربكيو، بيعطي نكهة كتير طيبة. وبأفخم المطاعم بحطوا بطاطا على البطاطا بهار الباربكيو. لنشوف كيف صار عنا الفروج. بسم الله. شكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة، وبتمنى المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. طلعت الطريقة كتير كتير طالعين مش ناشفين، طالعين جوسي شوي رطبين، وكتير كتير رائعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.